السلام عليكم، أنا محمد الجامح، واليوم راح أحكي لكم قصة لعنة قبر تيمورلنك. شو حكاية اللعنة اللي غيرت مسار الحرب العالمية الثانية؟ أمر الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين أنهم ينبشوا قبر تيمورلنك، والقبر يقع داخل ضريح مدينة سمرقند في أوزباكستان ويعرف باسم غور الأمير، يعني ضريح الأمير. وكانت حملة التنقيب السوفيتية بقيادة عالم الآثار ميخائيل، وبحسب الرواية كان في 3 شيوخ طاعنين بالسن من سكان المدينة، جل فريق التنقيب ونصحوهم أن ما يفتحوا القبر، محذرينهم من لعنة مميتة تحرس القبر. فريق العلماء ما صدقوا، واعتبروها مجرد خرافة. أول شيء تفاجأوا فيه لما فتحوا غطاء القبر انتشرت ريحة حلوة في أرجاء المكان، كأنهم فتحوا زجاجة عطر، ما كأنهم فتحوا قبر. بعدها لقوا نفسهم أمام عبارة منقوشة على رخام القبر من الداخل وتقول: عندما أقوم من النوم على العالم أن يرتعد. وهي العبارة تخلي الواحد يرتعد صح، خصوصا لما تكون مطلع على الفضاعات اللي كان يسويها تيمورلنك في حياته. وفي داخل القبر نفسه لقوا العلماء تابوت فاخر بعد ما تلف، وعلى التابوت لقوا عبارة مخيفة تقول: كل من يدنس قبري فيطلق العنان لقوة غازية أكثر فظاعة مني. وانصدموا العلماء بوجود هذه العبارة لأنها أكدت كلام الشيوخ بوجود لعنة تحرس القبر، لكنهم في النهاية ما خضوا الموضوع بجدية، لأنهم يعرفوا صح أن هذه اللعنات موجودة بكثرة على جدران ومداخل قبور الملوك والأباطرة عشان يخوفوا السارق ولصوص المقابر. وأخيرا فتحوا العلماء التابوت الخشب ولقى داخلها هيكل عظمي واضح أنها لرجل ضخم وطويل القامة، كان لامس مدرع ذهبية. العلماء خذوا الهيكل العظمي وراحوا مستعجلين متوجهين إلى موسكو. القصة بعدها ما خلصت، فبعد يومين من فتح القبر 22 يوليو في عام 1941 صح العالم فجأة على خبر اجتياح الألمان للاتحاد السوفيتي. كانت أكبر عملية غزو في التاريخ، شارك فيها تقريبا 4 مليون جندي. الجيوش السوفيتية انهارت بسرعة من الصدمة، وهني بنتساءل شوي اللي صار بسبب لعنة قبر تيمورلنك، أن تقوم أكبر قوة غازية في التاريخ بمهاجمة الاتحاد السوفيتي فجأة وبعد فتح القبر بيومين. بعدنا ما خلصنا غرابة القصة، فطبقا للرواية المتداولة أن المخابرات السوفيتية وصلت قصة لعنة قبر تيمورلنك إلى ستالين اللي هذيك الفترة كان يائس ويتشبث بأي أمل عشان يوقفوا الانكساح النازي. أمرهم أنهم يرجعوا تيمورلنك إلى سمرقند وبسرعة، وبالفعل قامت طائرة عسكرية نقل تيمورلنك من موسكو إلى سمرقند ورجعوا له قبره ودفنوه مرة ثانية. بعد يومين بعد ما رجعوا تيمورلنك إلى قبره، قدروا الروس من هزيمة الألمان في مدينة ستالينغراد في معركة تعد الأكبر والأشرس والأكثر دموية تاريخ الحروب البشرية. المعركة اللي يعتبرها البعض مثابة نقطة تحول بمسار الحرب العالمية الثانية، لأنها شكلت بداية نهاية ألمانيا النازية وتحطم أحلام هتلر باحتلال العالم. فالسؤال الحين، كل اللي صار مجرد صدفة؟ يعني صارت أكبر عملية غزو في التاريخ بعد نبش قبر تيمور بيومين، وتخلص أكبر معركة في التاريخ بعد ما رجع قبر تيمور بيومين؟ واقعة ثانية تتعلق بلعنة قبر تيمورلنك، وهذه الواقعة تتعلق بشاه إيران نادر شاه أفشار، واللي يعتبره البعض نابليون الشرق بسبب انتصاراته وفتوحاته الكبيرة خلال القرن 18. نادر شاه كان من أكبر المعجبين بتيمورلنك، يعتبره قدوة من الناحية العسكرية، ويمكن احترام وتبجيل الشاه الشديد لتيمورلنك يرجع للتشابه الغريب في بعض النواحي في حياتهم. فثنينتهم ينتموا للعنصر التركي، وثنينتهم انولدوا في عائلة فقيرة، وثنينتهم بدأ حياتهم كقاطعين طريق متمردين، وثنينتهم أسسوا إمبراطورية وخاضوا حروب بدون ما يخسروا، إلا نادر شاه خسر في بداياته. وهذا تشابه امتد بعد إلى الطباع، لأن نادر شاه بدأ يميل في أواخر عهده إلى القسوة المفرطة في تعامله مع خصومه، وصلبه الأمر في التشبه بتيمور في تشييد أبراج جماجم سكان المدن لتقاومه، بالضبط مثل ما كان يسوي تيمورلنك. فنادر شاه كان من أكبر المعجبين بتيمورلنك. إعجاب نادر الشديد بتيمورلنك خلاه في أواخر حياته أنه يغزي مدينة سمرقند اللي فيها ضريح الأمير، كان عازم على أنه ينقل ضريح تيمورلنك إلى إيران، فأمر رجاله أنهم ينبشوا القبر. وعشان نبش القبر أول شيء رفع رخامة خضرة كبيرة تغطي القبر، لكن في عملية الرفع كسر الحجر وانقسم نصين، فنصحوا أنه يرجع الحجر لمكانه ونزل عند رايهم، فأمر أنه يرجع القبر مثل ما كان. بس هالشيء ما أعتقد أنه منع الطالع السيء اللي حمله القبر كل من حاول تدنيسه ونبشه، لأن بوقت قصير من نبش القبر تم اغتيال نادر شاه بوحشية على يد المقربين له ليستلم الحكم بعده ولد أخوه عادل شاه. كانت أول أوامره بعد ما مسك العرش هي
يعدم كل أحفاد نادر شاه باستثناء واحد، وما يسد الأسرة الأفشارية وايد، انهارت كلها في فترة قصيرة. فهل دفع نادر شاه حياته ثمن عشان أنه دنس قبر تيمور لنك مثل ما صار مع ستالين والاتحاد السوفيتي، ولا أنها كانت مجرد صدفة؟ البعض كان يفسر اللعنة بالسحر، لأن تيمور لنك بوحشيته كان معروف أنه مهتم بالعلماء وأهل الفن والأدب، ويمكن بعض العلماء والسحرة المشهورين في هذاك الزمن خلوا هذيك اللعنة على القبر عشان يحموه. أما بالنسبة للريحة الحلوة اللي طلعت من قبره لما فتحوه، فهي تفسيرها منطقي لأنها ترجع للعطور والبخور اللي اندفنت مع الجثة. لأن تيمور لنك أصلاً ما مات في سمرقند، هو مات قريب الحدود الصينية، كان رايح يغزو الصين، وطبعاً بسبب طول المسافة بين حدود الصين وسمرقند فإن الجثة أكيد تعرضت للتحلل. وخلال الرحلة الطويلة إلى سمرقند وعشان يغطوا على روائح التحلل استخدموا العطور والبخور بكثرة مع الجثة، وهذا الموضوع يفسر انبعاث الروائح الطيبة لما فتحوا القبر. وأصلاً العلماء شموا روائح زكية لما فتحوا بعض قبور ملوك الفراعنة بسبب كمية الطيب والمسك الكبيرة اللي خلوها مع المومياء. أما بالنسبة للعنات فالموضوع ما كان نادر وغريب، تنقش تعاويذ وعبارات لعن على قبور وأضرحة الملوك والأباطرة عبر التاريخ، وأشهرها طبعاً لعنة الفرعون توت عنخ آمون، اسمه صعب. بغض النظر عن الجدل القديم على حقيقة تسببها في وفيات كبيرة بين طاقم التنقيب اللي فتحوا مقبرة الفرعون. اكتب لي رأيك في التعليقات إذا كنت تحسها صدفة أو مش صدفة، واشترك في القناة إذا بعدك ما مشترك، وعطني لايك وضيفني على الانستغرام. شكرا.